إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اختبر نفسك استجابي امتحان اسكقات وامتحانك السناد أي نمره وحناء كساب سيء الوحدة الثاني التاسعة والعاشرة لبدي قيبوت أما شبتر كي سقالة دي كي تمناد امتحان كودي مرولاني لبا شبتر لما ينوى امتحان بونك قادي وحاقور ايه اولا المفردات ارياء لقوي دينيا قيبتك وضحو يسل بين الكلمة في ألف وحاد اسكوح ألف كلمة دا كترتا قيبت ألف كو قرانتا كوباد وما يناسبها ايه كوهبون او في با قيبتا بعد كترة اسردونا لبك المدود اول او اسكو هبون لتصبحا سيئو نقضان تعبيرا هذا سيئو نقضان واحدا كليا او معنى سمينيا هل كعلبة باكو قرن نمبر كوبات ملح باكو درسا علبة ملح بين قرنسا قصعد ملح قيبتا لبوا الطبق وحدو قينسا قيبتا كلي وحكو قرن بيض طبق بيض صحن بيضة وصحن كجدود كلي لغو قرن بيض قيبتا فصل الحراء فصل الصيف درسا مركا فصل الصيف حلقة فصل باركا قرن صيف قصال كدرسا فصل الصيف وخل حلق حقاقة أفراد وحقران درجة وحقو قادر إسا قيبت الأباد وحقو جراء الحرارة اسكوحد درجة الحرارة هير كل كي مركان نقول إسا شان وحقو قران السفر باكو قران يوضحون إسا تحت السفر يعني درجة الحرارة تحت السفر أوكالي سفر بيكوس إسا وحقران قيبت نمبر كيش الليح 50 باقران دينار كاسادو جينيسا هنا 50 دينار ان كنت دينار تضب هلكا كتاب با كو قرن قيبته كلو واخا كو قرن قواعد تبان واحد لهدا كتاب القواعد كتابك قواعدك هداد ودا صحدو تضب درجات ليدهي قيبته لهدا واخا وي امتحانك ضع علامه الصح علامه غلط علامه غلط كسار استلاب صار على الكلمه الغريبه كلمه اعرض هره وارغا كو عصب خيار وجيد خطرت كم إذا طماطم وطمان هذا بصل وبصل بيض وبيتك قميص وشارك معطف وكورك سكر وسكر ثوب ومرو حار وكل المبتل مدقيا مثل المرقيا أوكل شتاء جيلالك جيلالك ربيع وجوجي معجم وقاموس كتابك وحشرح كتاب وكتابك لوقو دفتر وبوك قلم البر وميج يبنى هذا أشاطي وحوي حيبته أما حيلي قبضة البيت وقرقة الملح وملح ده. 30 يا 50 الرابع وكأفراد 80 رياضة وحيك وقع عصب أعرض هراء وأرق على مدى قلت صار هذه أستحضرنا التطبات يا لنسان قيبت أستحضر اختر الكلمة الصحيحة واكتبها في الفراغ واحد كحولتها كلمة الصحراء تبعنا ما يشبناها كقر حلق هراء حاجة دم الله بقري لبك المدود بقى قرن لبذاك المدود تكوها بور ماشى بنانكو قر أي معجم يعني معجم كأما قاموس كيبات تريد دون سبات قادر نسا تكتب أورين ميسيدي تريد بات قادر نسا هل تريد شيئا مدون سا وح حاجة دم الله حاكو قرن شكرا يا آخر كلا دورا أو شيئا آخر وامر كلا قادر نيا وح كلمة دون سا ماذا تريدين ما حد دوني سابع إنه قرن مخالك ماذا تريدين ما حد دوني ساب وحلاورنا يا مركا ماذا تريدين ما حد دوني ساب أي ضمبلورنا يا هذانا أو خدمة حق دمك قرن خدمة الله قادم ما إيه ماذا تريدين أيضا ما حد هذانا كله إيه دوني سابع إنه قرن ساب أين الطبق بحالك قرن طبق ألقى طبق قرن البيض والملح تبغى تعرف أين الطبق البيض مي صحن كي بيت كمي هلك ما قرن تفضل سو دغو اي با هلكا قرن دينار يا خدمه با حق دما كو قرن
لأن أي خدمة ده محانو كو قبلنا أديجا محانو كو قبلنا شقان كو قبلنا ومحي وقف سوق لي مثل المهرد قولي لي تفضل سودو أي بهالك أو كقري خدمة أنت أذكرت لي سابور كيف الجو باقرن واسدي هودو في الخارج في السماء بهالك أو كقرن مركب في الخارج بالقالنا سا جوري كتيران كيف الجو في الخارج يعني جوري دبديسة حاجة جوري مركب لقبحه هود واسه حق الرابكة طبيشة كليلكة قبوقة دددة هي عريامات يحصرن واسدي هداد صحده وحمد ذلك كان الحبال لهذا ثانيا قيبت لبعض وحوية تاسي مفردات كبه هاي دي التراكيب والنحو بأيمك اللقوي ديني وجملوين كي حق النحو ده صحيح الأخطاء وحيابها خلط كيه كتر أضغو صح في الكلمات أريادة التي أريادة تحتها خط أريادة حريق اللقو هوس قري خلد بها كتيرة خلد كودة صح أريد واحد دوني الطبق البيض بهالك كقرن صحن كي بيتك خلد بها كتيرة أشهر الطبق كتيرة هو قلد ولا هذا أريد الطبق البيض أو أشهر لك قويو لابا حدنا وحوي أريد ثوبا الأبيض بوك كقري إما كان قلد بها كتيرة ثوب كقلد كتيرة وايو وحي هيدين أشهر الرعيو أريد الثوبة قميص كي بان دوني الأبيض عداء صدح واحد كوقر المطلوب 50 ريالا 50 كخلط بالا صاري واحد لدوري يا لقادوري و كنت ريال بالاقولي هذا بقى 50 كي وحو صاري قلط واي هو خبر واحد كوها بونيد المطلوب 50 ريالا نين ليلة هذو واي كأفراد واحد كوقر أين المذلة ماذا دلايا دي تركته واحد كقيمت في السيارة بابوركي مركا تركته قلط بالا صاري صوتهم حواها تركتها إلى هذا إلا هو مؤنث من ذلده أي صح أهان لهيد ويتشنادوها ويكم درجة الحرارة وإم سهر كلكو درجة الحرارة 40 بوهلكا كوقري لأن 40 بوهلكا خلط بخوص لكي إن خبر كيوهي القدية هذو لقل لها درجة الحرارة 40 إن لا إلى هذا وملحقي جمع مذكر سالم إن لقدية لأن نارك سوق الاسكوشي لأبو كلي بكم الثوب وإم سقميسكو بثلاثين دينار أبو هذا بكوري وسدون دينار حتى نقلت بوصاري قلت كدينار خوصاري سوتو حيدو هذا بثلاثين دينارا وتميز كي إنه خرب يهيد ماذا نفعل محان سمينا محان سمينا نبقى الليلة على البيت وحن تشوغينا عاوة قرية وبحمينا روباتلة أيو يدي مركع على البيت قلت بوصاري سوتو حيدو هذا يهيد نبقى الليلة في البيت gurigaan u joogana fiil galiyo calaab halka ku darag waxa kale oo inta raaca akmil bu hadana ku yiri waa qaybta saddexaad ee imtixaanka ee bi wad'u kalimati sahihati mimma bayna alqawsayn waxaad ku dhameystirtaa hadalkan kalmada ku haboon inaad galiso inta u dhaxay labada qowska ku jira halka banaanka kalmada saxda ah gali uridu waxaan doonayaa law samaxta hadaad ii ogolaato marka qamiisan iyo qamiisun bu qoray labada كيفات قادم إنسا ككردبا أريد قميصا لو سمحت لو مفعول كي هذا قلاته الثوب وهذا القرب بي دينارا هل كانوا حقولا ثلاثون هل كانوا دمنا ثلاثين كيفات قادم إياه كدنبال قادم إياه إلا بابا ميسا كوسي تالي الثوب بثلاثين دينارا كدنبال قادم إياه إيه هوستوك أي أدو كتشرتو ثوب كمبتل مرد أدو قيدي أو مثل روب كيبا سوقوي أين معطف المعطف هذا هو قرن لبدا إركيبات قادريسا كدنباء معرفة أين المعطف كور كيمي أريد المعجمة وحندون يا قاموس كي وحشرحي العربة العربية تبدنا كيبات قادريسا العربية قاموس كي عربي قاها نذهب وحنتقينا إلى الشاطئ حالي قوري قبضة شاطئين بهذا قرن كيبات قادريسا كأسل إلى الشاطئ ومدل قرنيو أيام تجينا غوريجي أما حالجا بضة يا فاطمة بالك قرن السمك والدجاجة هلك تفضلي يتفضل هاويان كيفات قادريسا يا فاطمة تو تفضلي بعض الناس مركها هو قاض السمك والدجاج كلون كأيو دجاج ثالثا القراءة قبل ستحاضوا أخرس امتحانك اقرأ الفقرة تدع عن هذا الك أغري ثم أجب بالنعم نعم كتوا مركا نعم قريسا صح بعض قريسا علامة صح
أو بالله إلا هو قرآن وتحريري امتحانك أو بالله ما يكون جواب مركز ما أورني سنة على مدى قلتك تاريسة هذا فصل الشتاء وقت كان هو وقت جيت شيلالك الجو عملاده بارد وقبو جدا آدب عملاده قوده والسماء تمطر الآن عركنا إمك هو دأيا أسرة جميل ننك جميل هذا قيس كيسنا في البيت قرقي جوغانا وحرابك كتير سنة يعني هو جربا سعوده وجميل جميل لم يذهب متجن إلى العمل الشقادة في المدينة مدينة شقادي وكقبني أموتجن أموبحن المطر كثير في الخارج فوق وكبدي وكبدي هاي قريقة دبديسة يا برنانك جميل نكلا إلى هذا يقضي وحقوق ما يسنى يا اليوم ما أنت ما أنت وحقوق ما يسنى في البيت قريقة والشقمت قريقة سجوجية ما دام الرهب ود أي أرهب بوط هاي يقرأ القرآن القرآن كواخرية قريقة كواخرية سيذهب وتجد دونا قدم بري في الصباح أرورتي للعمل الشقاد وتجد دونا إن شاء الله هدي الله إلى مركا الجو بارد جدا آد بو قبوي هاي بين قوسين كان صحبة نصارى ولسان نقصوا مري هذا فصل الخريف وقت كان هو وقت جيد طيرته هل كان قلت بالك لو فصل الشتاء نصوم مري السماء تمطر الآن عركو مكود أيا هل كان صحبة لجرينيا جميل وزرته في السوق جميل إنك لا يقويس في السوق يتشوغان هل كان قلت بالك قريا في البيت بيا هاي جميل يقضي اليوم في العمل ما أنت وحقول ما يستنى يا شقده ما لنا ما وحقول ما يستنى يا ما أنت شقده هل كان قلت بالك في البيت بكون ما يستنى جميل يقرأ القرآن في العمل جميل القرآن كو أخري يا شقده هل كان قلت بالك في البيت بكون أخري المطر قليل روب كويري هاي في الخارج دبده كويري هاي هل كان قلت بالك قريا الوحدة الحادية عشرة وحن قادنا قيبتي أما شابتر كي كوبي تبنات الناس والأماكن وحن كهل لنا ضدك إيه ميلها أي تشوغان أيان كهل لنا أي قادنا شابتر كاسي وكهل ليا العرض واصوان بردك الحوار الأول وضا شاكيسي كوبات انظر ايك واستمع لقيسو وأعد كعلي ثابت ننك الليلة أيا وحولي لماذا تركت العراق والعراق محاض وغتكتي حارث بايدو نكي لويدية انتقلت الشركة شركة دي بقى قورتي وشقيني الى جدة انت بدن جدة لقرأ الى جدة مقالة جدة ايو قورتي وانا مدير انا قنا مامولة مدير الشركة وحنا هاي شركة مامولة هنا هلك جدة ثابت بايري كنت سعيدا في العراق واتكون فعلا حسنا وانا تعالى العراق مركز تشوكتي وماشا واتعالى حارث خولي هذا صح ارنتاسي صح ويهي او ان هلكا وان جعل ان كشقيو ان جوغون دغنادو العراق ودنك العراق بلد وا ودن جميل اد يا اد او قروح بدن ولي اصدقاءن ولي اصدقاء صاحبنا وان كلها هناك هلكا او قف صاحبديسو جعل يحي وان دول اد جوي وناغسن او نول فيعان صاحبنا ان كلها ثابت خولي ما رايك في جده سيده كولا تاه ارغتيدا جده جوغتان كيديو ارميهدا كوورن حارث وحو جدة مدينة كبيرة مقالة جدة لا إله ومقالة آدوين وجميلة جدا آدنا وقرح بضانتهاي ثابت وحو كيف تقضي الوقت في جدة سيادور لما يستطع وقتها آدو استعمال شامركة جدة أما جدة شوكتو حارث وحو أذهب مع الأسرة وقتها يعني أنشقتك صرغوحو وحن راعا أون سرعنا أنا يوسرد وآنو تقنا إلى شاطئ البحر ومقالة جدة بطبي كتالة ومقالة حيبات مقالة بط كتالوهي تبعنا حق حيابته هي حالك بضار مسقطتنا ثابت حول وأين تذهب الآن إمك هل كي تجيسا حارث حول أذهب إلى مكة مقالة مكة أي أن تجيها للعمرة وانقص عمر سنة يا والصلاة وحنقص تكون في المسجد الحرام وزاد كشرفت بضن ويسدويهين جدا يا مكة ثابت حول كم تستغرق الرحلة تو إلى مكة سفرك أطوب حيسو إذا مكة كنت تجيسا مكة جدا كتكتو انتهي قاعدنا يسا وقتي حارث وحول تستغرق ساعة تقريبا ساعة واحدة تقريبا ساعة واحدة تقريبا ساعة ندو ايه قاعدنا يسا اميرها ام وحير كدميها ام وحير ديري مركز تقريبا ليلة ام وحير بعد ارب وحير با كدما الحوار الثاني وضشاكيسك اللباد انظر ايه واستمع لقيسو واعد كعلي ليث وحول اي من اين حضرت حقات كتمت سامر بالي حضرت من اليمن يمن بان كيمد أنوغو أنا يمني أنو نين يمن يبان حي ليث وحول ومتى حضرت من اليمن قورماد يمن كتبت سامر وحول حضرت قبل عشر سنوات طبان سنة كهر أيا يمن كسوق قري
ليث وحول هالمعركه الجنسيه اليمنيه ما هيستا دلاشدي يمنيد مياد هيستا ثامر وحول نعمها ومعي جواز السفر اليمني وعقلن هيستا باسابوركي يمنيغا اها ليث وحول هل حضرت للعمل ما واحد هلكن او تيميد شقه مياد هلكن او تيميد marka yaman ka timid masaqa dalkan u timid thamir wuxuu ila maya hadartu waxaanu li diraasatiina wax ka barto wa baad diraasati markaan dhameystay wax barashadiina tazawajdu halkan aan ku guursaday laysu wuxuu wa maada taamalu huna imma halkan maxaad ka shaqeysaa thamir wuxuu ana ustaadu fil jaamica macallin jaamacada wax ka dhiga baanahay laysu wuxuu hal tazurul yaman yaman ma soo booqataa ma ku noqotaa thamir wuxuu nacam ha aqdi waxaan ku soo dhameystaa al udla tafasaha مع الأسرة تانية غير كي يقويس كي يقبا في اليمن يمن ما نقصر دم يسنا ليتوح إلى هل أنت سعيد هنا هل كان شوقتان كذا ما كفر حسن تهي أو ما تعيش هاي ثامر روح للنعمها والحمد لله إله بانا مهل نور المنا يسمى نقوها يسنا أو وان جعله الحوار الثالث وضع الشيكيستيك سدعحات انظر إيق واستمع دقيسو واعد كعلي أحمد أحمد وحولي أين تسكن الآن يا بدر بدرو هل كيدي مكدق انتهي بدر وحولي أسكن في القرية meel daabiyadii baan deganahay badar wuxuu yiri lima ahmed bari limada taragta madina magaaladii weynayd caasimada ahayd maxaad uga tagtay badar wuxuu yiri alqaryatu hadiatun qaryadu waa meel xasiloon oo nafisa oo aan buuq iyo qeyro midna lahayn wal hawaa'u naqiyun hawadeeduna waa nadiif oo malaha yaani waxyaabahan la ilaaha talawuska iyo pollutionka ee wasakhowga hawada male أحمد وحوري ولكن في المدينة جامعات هساءها تيم مقالات وحرها تو يعني وحيا بني باتوي له جامعات عرطو حكا ديجين يبا كويالا ومستشفيات دختر هدي ووينا با كويالا وشركات شركة دي ووينا لغا شقيسان يبا كرا وأسواق سوقية دي ووينا لغا شقيسان يبا كويالا مقالات وين بدر وحوري وفي المدينة مقالات ووحا كويالا حدنا دحد هذا كسوغان أيضا سيدو أوكره ضوضاء قيل يبوق يجوح بابور ديار ترين ورشد ومضى غيرنا يا وتلوثم إيو وسخو حاجة هودا أهو يعني قيقة إيو كربون كابحية إيو حتى جدافت أو كبرن إيو وحياة ببضن بيلاد هاي وسخوة والزحام العريري حاجة ضد كي جديد كبقى والدوين كي يروح العريريين yima hata masajid wa ariri madrasad wa ariri suuqeed wa ariri meel kasta ariri iyo buuq iyo qeyla joogta ahmad wuxuu yiri limada taskunu fil qarya maxaad u degantahay meel meesha daabi magaalada daabiyada waanta tacmal fil madina adoo magaalada ka shaqeeya ila reerku ma xagaa ka degani magaalada ka shaqeysaa maxaad daabiyada u degtay badal wuxuu leeyso hunaaka mushkila halkaas meel dhibaato lama aha waa meel dhibaato yar oo aad iyo aad u dhib yar بدر بو احمد بايري كيف تذهب الى المدينه سيد مغالده كنت تهدبه وا سيدي الى مغالده سو شقه تغيساي بدر و اذهب بالقطار وحن كو يمادا تريمان سو راعه ترين كان سو راعه احمد و كم تستغرق الرحله الى المدينه صعودك او سو صعوده مدينه مغالده اي مسي قاطه مغالده وين بدر و تستغرق ساعه ونصف ساعه تقريبا ساعه يا بد ايان اغاغاركا تقريبا اغاغاركا ساعه يا بد ددو ayay qaadataa intan u soo socdo markan soo shaqo tagay ama markan si rawaxayo al mufradat arayada meesha inoogu jira al ard waa soo badhig undur eeg wastamic dhageyso waa cid ku celi huna waa halkan waa meel dhow hunaaka waa halka waa meel ka durugsan astiqaa waa saaxiibo izdihaamun waa cariid wata baabuurta badan u sawiray astiqaa waa saddexda qof ee wada jooga waa ka sawiray shaati ul bahri bad xeeligeeda ama bad qoorigeeda waa dhulka badda ku hayn daaban qaryatun waa daabiyad aan magaalo weyn ahayn madinatu magaalada weyn baa la madina saeedun waxa weey qof farxsan oo nool fiican oo habiye ku haysta ama naftiisu ay habi tahay oo warwariyo wala caqabin haadun waa mid degan oo xasiloon mudiru shirka waxa weey maamulaha shirkada aswaaq waa suuqyada shirkatun waa shirkadaha rihlatun waa safarka umratun waa mar qof masaajidka ku soo umraysta kacbada iyo marti xaramka jawaasu safar waa baasaboorka lagu socdaalo jinsiyadun waa dhalashada dalka qofku haysto qitaar waa tareenka mushkiladun waa dhibaatooyinka saka baskilada ka dhacay sawirka ku qoran oo kale waa dhibaato ustaad waa macallin talawuthun waxa wasakhow xagga hawada ah oo hawada aan nadiif ahayn
يتزوج يعني وحويه وغورسدي ينتقل او كغورو ميل كلو تغي نقي ونظيف صافي يزور او سو بوقنيا نصف ساعه ساعه بركيد واريده ميشا كو سو ارغني اي كو جيري حواردي اينو سو مرني التدريب الاول وليلسك كوباد سلبين المفرد والجمع وحد اسكو خري ساد حريق اسكو خدا حريق اسكو قبو مفرد كيه جمع مستشفى ودكتركا وجمعي مستشفيات وكهاد كنت الله ومارتي جمعي سي لبا صديق وصاحبك وها دال كو يالا كو قرر استقاء وكاسا اسغنا مارتي مفرد جمعي سي تاسد حوا جامعه نمبر كبار الجامعات باكو قرن كاسا لو خريننيا طبق وصحن وو وها قرر اطباق صحوم ويه دفل والمير وها كو قرن جيمك اطفال كاسا اسكوميدين التدريب الثاني سل واحد حريريسا كل صورة صور كسل حريري بما يناسبها كوا كوها بون صور هذا محي كوها بون إما كوا قال هلك المدينة مقالو القرية دابية دير أو مالتي مقالو وين أنا هين مستشفيات نختره تلوث وسخو حاجة هودا أسواق سوقية هادئة ميل دكان وحصلون أو بوق يعريد منا أنا هين ضوضاء قيل يسوحا يسنقربا هواء نقي هواء نظيفة جامعات جامعته لديني شركات اج صور هذا نايكل ليه هنا يسويها جاتش مركز أضغو مدل بصور كقها بونوجي هتنوع مفردات إضافية وأري ديرادها عن كتير الحوار هذه أو لجوج كردي العرض صوبندق أريد على صوبندق أيه انظر اج واستمع دقيس وأعد كعلي بيضاء ومتعد وندك سوداء تمدو خضراء تعجارا حمراء تعص صفراء مد هرودا عولا زرقاء يمد على نهو عرك ويقو بلوغا التدريب الأول حتى بتدريبك وحوي كوبات سل بين الصورة واللور المناسب حريق إسو وحد صورك هل كان كقرن يمد بكماك عيسو قرن يهي كوها بون هل كان وحا كقرن لح صور ولح مدبك لليه يمك عيدي بيضابة أهو الرئيسة واحد قالين يسا كوها بون تهي ايه حاجة مدك تالغة صوتريا تأفراد وي سوداء مركز الأولى هذا واطه وقدم فيسا يتلي حالة خضرانا واطه اللبات صورك اللبات حمرانا واصورك كوبادة لقب بلابايو صفرانا واصورك صدحات زرقانا واكشنات سايعني حريق سقوحد التدريب الثاني كان نوحا وي الليلسك اللبات سل بين الكلمتين المناسبتين اسكو حريري لبدا كلمدودة اسكو حبون كما في المثال الساتو صارحن وفرسو ومذكر كيا مؤنث كيا واحد كلام لبي يدك أحمر واك الكوبات محوك حدا حمراء تعس أحمر ومدعس حمراء وتعس وندق ويان مركا أصفر مركا لا يقدر هذا تشنات بعد كبير جزاء أو صفراء تعورن إيه كعورن أبيض مدعس كعد مركا نقول قرن وكسد هذا واحد كوبات كقرن حقن بيضاء تعد وندق أسود كمدو هل كلاماتو حقونا سوداء تمدو أزرق كو عرنة أو عركوك تودا ما يسمحها كو قرن وحقونا زرقاء تبلوك تلي حادنا وأخضر مد عقارا ما حا كو قرن حقنا خضراء نبرك سدها تو عقارا سايس وقبك التركيب التراكيب النحوية كونا وجملوين كحق النحو ده التدريب الأول تبادل السؤال سؤال سويدار سدى يقول الجواب الجواب ويدارسو أو يسويدارسو مع زميلك صاحبك كما في المثال ساتو صلاة قرن كوبات المثال وحوية انتظر طاء واحد طاء وحوية لكي كوبات متى حضرت من اليمن قرماد يمن كتمد طاء اثنين كي لباد بايلة حضرت قبل عشر سنوات طبعا سنكه هربان كايمد مركا كان محاق قرن مالي تسع سنوات مركا صار يسامت متى حضرت من مالي قرماد دلك مالي كتمد حضرت قبل تسع سنوات سغال سنة كهربان كامي كينيا هلكن كقرن وحكر يقتها هاي متى حضرت من كينيا قرمات كينيا كتمد وحضرت كارن إسا حضرت قبل ثمانية سنوات سديت سنة كهر إريتريا هلكن كقرن متى حضرت من إريتريا حضرت قبل سبع سنوات تدبس سنة كهر بعض الناس أمريكا السنغال يسيت سنوات باقرن وحضرت إسا متى حضرت من السنغال تلك السنغال قرمات كتمد حضرت قبل ست سنوات لح سنة كهربان كيد بأرض يا مركب التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زميلك يسوي يرسل السؤال يجواب أليس صاحب كا
كما في المثال ست صارها قرن المثال طا واحد يحلها المعك الجنسية اليمنية ما إذا ترى شدي ذلك يمنيت طا تنين يحل النعم ها ومعي وحكلون هيستا جواز السفر اليمني ترى شدي نوان هيستا أنت بدل نواتنا إلى هذا ترى شدو طا يسرد يحل أورنجري أي أنت بدل قرن تاعي وأنا مواطن هي عضينسا كان سفر كنوا الله ميد سفر باصبر كي لو سفر يمنيان دوان هيستا مالي بحال كان قرن هل معك الجنسية المالية ومركها جنسية دي مالي مئة هيستها فصولا نعم ومعي جواز سفر المالي وان هيستها باسبورك مالينا هل معك الجنسية العراقية بحلقة مركها الأورنية تنى العراق باكو قرنية مئة هيستها بلاشد العراق نعم وان هيستها بوني ومعي ومعي جواز سفر العراقي وعقلون هيستها باسبورك سفر كي يسعو ذلك العراق إريتريا هل معك الجنسية الإريترية؟ ما هي ستاع دلاشادي إريترية؟ نعم ها ومعي جواز السفر الإريتري أيام وليبها هي ستاع السنغال هل معك الجنسية السنغالية؟ ما هي ستاع دلاشادي السنغال؟ هي ذلك السنغال إلا سؤال نعم ها ومعي جواز السفر السنغالي وليبها صبور كي ذلك السنغال نوان هي ستاع التدريب الثالث وحوية كان والليلسك صدحات تبادل السؤال والجواب مع زميلك اسوي ارسده سؤال يجواب ادي صاحبك كما في المثال ستصالحان كقرن المثال طا واحد لماذا تركت العراق ما حال العراق وغتك تيبور طايت نوحر انتقلت الشركه الى جده وحان اوغا تغي شركه دان وشقينيي ايا اوسو غورتي مغالدا جده واجدة طرابلس وصورنا يغتن واسؤاشو لماذا تركت طرابلس ما حال وغتك طرابلس وصلنا انتقلت الشركة إلى الرياض إلى الرياض شركة دي بقى جوتر الرياض وجورتي طرابلس يدوا ليبيا إيه كجورتي ده بعدهم حيتك تي بعدهم الرياض واحد هنا لماذا انتقلت من مكة محاد مكة وجورتي لماذا تركت المكة لماذا تركت مكة مكة محاد وقتك تي وصلنا انتقلت الشركة إلى المدينة شركة ده مش شغالي أيام مقالة المدينة تكتي لماذا تركت إيران محاد إيران وقتك تي صورنا انتقلت الشركة إلى ليبيا شركة دي أنا شغالين ليبيا وجورتي لماذا تركت مالي محاد مالي وغتكتي انتقلت الشركة إلى كينيا شركة دي كينيا وجورتي لماذا انتقلت لماذا تركت إريتريا محاد إريتريا وغتكتي صورنا انتقلت الشركة إلى السنغال شركة دي السنغال وجورتي لماذا تركت مالي محاد ذلك مالي وغتكتي صورنا انتقلت الشركة إلى السعودية إلى السعودية شركة دي سعودي وجورتي سعودية ذلك السعودي غتكتي لماذا تركت جدة جدة ما حاضر وقتكتي انتقلت الشركة إلى الرياض شركة دي الرياض وقورتي لماذا تركت الدمام مقالة الدمام ما حاضر وقتكتي انتقلت الشركة إلى مكة شركة دي مكة قبطي التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زملائك مع زميلك هذا صاحب كعي سوي سوي الدنيا والعلم كما في المثال ساتو صالح المثال ده واحد كيف تقضي الوقت في جدة وقتك سادو لما يستعملك جدة شوكت سادو يستعمالها انت يعني كوصو هذا سقضى ايك سو هذا نسشد دايت نوحو الاذهب مع الاسرة الى شاطئ البحر وحن اكحي قويس وان سرع عن انير هير كي قوى بد حيل لقيد عمان الاستقاء السوق بايمك كوقرن فارسا كيف تقضي الوقت في عمان مركز مغالدة عمان شوكتو سوق خورا ما يستوى عاصمة الأردن أصورنا يا أذهب مع الاستقاء إلى السوق وحن تقى أنا وصاحبة راعي السوق أن تقى الرباط الزوج المكتبة رباط وحوي عاصمة دي مروكو كيف تقضي الوقت في الرباط مركز تبعت توقت الرباط مجال العاصمة ده سيدخل لما يستوى وقتك وقت يضب باقي جاي انت بدن قفقه وصوه على مركز شقادي نسيسة لغا تشرو بصورنا يا اذهب مع الزوجة الى المكتبة وحن تقى انا قو حاسك الراعي يعني مكتبة ده بوقت ايبسة ايام انت وكتبت ايبسة القاهرة الاستاذ الجامعة كيف تقضي الوقت في القاهرة مركز القاهرة توقت سيد وقت ورما يستاه وصورنا يا اذهب مع الاستاذ الى الجامعة وحن الرعاء معلي كان جامعة الرعاء الرياض الضيوف البر
كيف تقضي الوقت في الرياض سيد وقتك أولا ما يستمر كالرياض جوكتو وصوني أذهب مع ضيوف البر ونرعى مرتدى نرعى حق بنان كأي مقالة الدبديد مكة الأولاد المسجد الحرام كيف تقضي الوقت في مكة سيد وقتك أولا ما يستمر كالمكس جوكتو وصوني أذهب مع الأولاد إلى المسجد الحرام عرفت عروك حياة مسجد الحرام كانوا طقنا المدينة الأسرة المسجد النبوي وحاولنا قلنا يا كيف تقضي الوقت في المدينة سيكون ما يستطيع وقتك مركز المدينة جوكتو وصير أذهب مع الأسرة إلى المسجد النبوي أنا يحاسك وحا نصرها عن الرهير كيغو مساجد النبي عليه الصلاة والسلام التدريب الخامس لا يريسكار سنات تبادل السؤال والجواب مع زميلك إسوى دارسل ويدين يوال علين هذا صاحبك كما في المثال ستصارحنا المثال وطاء واحد كم تستغرق الرحلة إلى مكة انتهي قادتها وقتي سفرك الله سفر يا مكة طائت نوحر تستغرق ساعة واحدة تقريبا هل ساعة ضوض هل ساعة ضوض دوبي قادتها مركز الأولي هذا السؤال وحا قرنا المدينة ثلاثة ساعات كم تستغرق الرحلة إلى المدينة إما سيقادتها سفرك الله سعود المدينة وصولنا تستغرق ثلاثة ساعات تقريبا ستح ساعدون دوبي الله سعودا جدة أربعة ساعات كم تستغرق الرحلة إلى جدة مقالة جدة مركز الله سعودا ريو إما سيقادتها تستغرق أربعة ساعات تقريبا أفر ساعدون دوبي قادتها الرياض خمسة ساعات باكو قرن كم تستغرق الرحلة إلى الرياض إما سيقادتها سعودا لك الله سعودا ليا الرياض وصولنا تستغرق خمسة ساعات تقريبا يراشن ساعدون الله سعودا الجزائر ست ساعات وقريب كم تستغرق الرحلة إلى الجزائر إما سيقاتها رحلة يصعود كالله صعود يو جزائر صورة تستغرق ست ساعات تقريبا إلى لح ساعود دو والله صعودا إريتريا كم تستغرق الرحلة إلى إريتريا صعودا كالله صعود إريتريا إما سيقاتها صورة تستغرق سبع ساعات تقريبا إلى تطبع ساعود بالله كالله صعودا أي الله صعودا العراق ثمانية ساعات كم تستغرق الرحلة إلى العراق إما سيقاتها صعودا في سفر العراق الله صعودا رسولنا تستغرق ثمانية ساعات تقريبا إلى ست ساعات بقاطار دو كينيا تسع ساعات كم الرحلة كم تستغرق الرحلة إلى كينيا صعود الله صعودا كينيا إما ساعات بقاطنا يا رسولنا تستغرق تسع ساعات تقريبا سقال ساعات دو بقاطنا يا السنغال ثلاثة ساعات كم تستغرق الرحلة إلى السنغال صعود الله بحاء أمر الله سفر السنغال أنتو قادنا يا صور تستغرق ثلاثة ساعات وحقتها إلى ست ساعات التدريب السادس ليلة كل حد سل بين السؤال والجواب المناسب حريري جواب سؤال هل كان قرن يسؤاله كهبون سؤال شو جوابته كهبون سؤال شو لماذا تركت المدينة مقالة مدينة محاض مقالة وين محاض وقتكتي ساسا قرن وتكوبة ذلك هذا لا أحب الضوضاء والتلوث ما تعلب بوق يسنقر يسوح عن كبدا إيو السخو جهوده أو أنتم مقالة وين عيلها ذهاي لا بقى ما رأيك في مدينة بغداد أركت إذا ضوا محي مقالة بغداد سيادو أركتها واحد قادنا يسامركا ألك وكوري واو مدينة كبيرة وجميلة بغداد هو مقالة وين وآد قروح بدن صدح هذا هذانا قبل كيف تقضي الوقت في مكة مركز مكة وقت وقت كوس وهرة سيدو لما يستاه واحد قال أنا سألك زايد وكقرنت هاي أدرس في المسجد الحرام واحد وحكبرتها مساجدك شرفت بدن حرمك وحكقرن نمبر كأفراد أين تذهب الآن إمك حقيقة تجي سباق كقرن أذهب أين أذهب بسيارتي أذهب إلى الجامعة تحصل قادة نساء وحن تقيا إمك الجامعة عدا أن تقيا تشاندو حوالي كيف كم تستغرق الرحلة إلى مكة إم سي قادة تا سعودة الكلوس سعودة مكة وقال قاعد قوقرا حادة ثلاثة ساعات تقريبا وحن قادة تا سبتح سعودة الدو هذا أنا وحن قورها أكل لحاد من أين حضرت حاجات كتمت بعض وحن قورا حضرت من مكة مكان كيمت ماذا تعمل هنا هل كان محاد كشف قيسا هل كان محاد كشف قيسا قيبت ألف كي أهر يسوح أقول أعمل طبيبا وحن كشف قيسا دختر بان هيا نقول دختر بان شقيا وحن كشف هل تزور اليمن يمن مصاب وقتا
جيم كأج نعم أزورها نعم ها أزورها وانصاب وقضى كيف تذهب إلى العمل مركز سقادة تجلسوا سيد كتكتا مركز ضاد واحد يجلس واحد أنا سأذهب ما ضاد معها هذا أذهب بسيارتي وحن كتجا جارجيجا ملخص التراكيب هل كانوا واحد أو قرن تراكيب تيجي جملوين كل سو حوري ولا سو أوري قيبت كوادو حوي لماذا تركت محاض وقتك العراق محاض وقتك دمشق محاض وقتك عاصمة سوريا مكة مكة محاض وقتك لندن محاض وقتك مالي محاض وقتك هل كان واحد كقرن قيبت لباد كيف تقضي الوقت وقت يسيطر لما يستطاع في جدة مركز جدة شوكتو الدماء مركز مجالات شوكتو بغداد مركز شوكتو لندن مركز شوكتو مكة مركز شوكتو قيبت ستحاض وحق قرن انتقلت الشركة شركة دي بقى حق قرتي إلى جدة بقى قرتي الرياض إلى الرياض بقى قرتي القاهرة بقى قرتي بغداد بقى قرتي قيبت أفراد وحق قرن متى حضرت من اليمن قرمات يمن كتمد من مالي قرمات كتمد من كينيا قرمات كتمد من إريتريا إريتريا قرمات كتمد إريتريا ومركز تلك يعني كتمد لقويديني هي قرمات كتمد قيبت سناد أذهبوا وحمتقا مع الأسرة أنا أقويس كيجي حاسك وضع إلى شاط البحر بدي حيل اللي جيدة السوق إلى السوق أنا السوق السوق أنتجا إلى المكتبة أنتجنا إلى الجامعة أنتجنا قريب تروح أكو قرن لحد هل معك الجنسية اليمنية ما هي ستة للاشادي يمنيت الجنسية العراقية للاشادي العراق الجنسية السنغالية الجنسية دي للاشادي السنغال الجنسية التركية للاشادي تركيا قريب تدور حوي حضرت وحنا من قبل 10 سنوات أما 9 سنوات 7 سنوات 8 سنوات 8 سنوات 7 سنوات 7 سنوات 6 سنوات 6 سنوات وها كان قرن قيبت سديد معي جواز وسفر وحنا هيستا باسبور كسعودالكا اليمني اليمنيد السوري كسوريا العراقي كعراق الاريتري كاريتريا السنغال الغالي كسنغال ومعناه دي هي كلبك اد هيستو كلبك اد هيستو قيبت سالها كم تستغرق الرحله إما سي قادتا سفر كلو سعودو وقت أهان إلى مكة مجالا مكة إلى مدينة مجالا مدينة إلى جدة كل هذا صعب عليه كل بكرة تجلس قيمة التنويح هو تستغرق حقاً رحلته ساعة واحدة بقادتها 3 ساعات بقادتها 6 ساعات 6 ساعات بقادتها ساعة واحدة أي قادتها مثل بكرة تجلس أو كلام مكة جدة تجلس وين سامرة إن قادتها أنت 6 ساعات أي قادتها إذا ننكرتها قارهان ومركة تجلس يا الغيابة مدينة أخرى الأصوات وفهم المسموع إما روحنا هالك قاضينا عدد إيو إن لا فهموا وحي لمغلي أولا الأصوات مركو هذا صوتات كانوا كهرينا أصعب ما أنت حرف قاسان صوت قاضي الص التدريب الأول وليس ككوبات استمع لجيسو قاعد كعلي ثابت وقف مجعي حارس وقف مجعي ليس حتى وقف مجعي اللي بحرون نقضاه ثامر نواقف مجعي التدريب الثاني استمع وأعد لقي سؤو أدنى كسو علي مركا لبدا حرف يبدين سين يسا أرمها لقاها اللي أريدني سارة ومحي وسعودي ويان سارة نو كعضومي وكعضونك يوحي بودي تانك مركا عارة كعضو أموحك لكعان ثانية مالكاكو أغرن ثانية وحوية ساقية دائية لدى أي بيه مران ثانية والبرقسي كما سكك ساعتها البرقسي كدو كلوية ثورة ويعني ثورة واحدة لهذا أضيقة ثورة السلطان مركو مامركو سأضيق عمتها وحقوق قبطو أما ثورة البردي قبوغ آد وأضيق هي ثورة الخمر قفكو سمركو سحن خمري أغو ورأو سخرام ثورة واحدة أضيق ثورة وكعضون يوحان لهذا انتفاضوينك دولتها هي الوقع صناء وافتينك صناء نوى أمانتا صابة وحوية وقل قلوبيها بتاعي صابة وصور نقضيوي تسار ومسمار دوني دا لقريو وحق اللي قسم ينشري تسار بارقاكو قرن ودرك اللي دكسدو بسطح يوحي لمدك دوش اللي قهودو كسب وشاقيستوي كسب ما دبندكو قرن ودوادي واكتقيوي مأسور وحوية وحي لصوهم بيه أما وحي لصوهم بيه أوكالي ما أثورنا ووحا لغا صور نقليه إيه لغا كيرو معوها تدكي هوري ما أثورك ما أثور إيه ما أثور ويسو يجين نصر وقرقرك
gorgorka had iyo goor haadka gorgorka ah nafrumna waa hadalka qubanaha ah ee tixd iyo tiraabta ta tiraabta la yiraahdo weeyaan ee aan gabayga ahayn asra waa maxaabiista asraana uu hodan buu ka dhigay iyo hanti uu hantiyeysto kale xadasa weeyaan oo siina uu u maleeyay weeyaan xadasana uu sheegay oo uu ka waramay weeyaan jassa waxa la yiraahdaa jassa xadda nadar markuu aad indhaha ugu gubo jassa waxa la yiraahdaa jassa biyadihi ee masahu liyatacaraf gacantu ku taabtay siduu u garto waxaan wuxuu yahay maala shay kulliya shay qabo jilicsan iyo mid adag iyo markaa taabanayso jassa waxa weeye jassa istaasala ama qalaca min aslihi markuu soo rujiyo intuu saa usoo saaro xididadana usoo saaro rafasa uu haraatiyey wey safardaha oo kale rafasana waxa weeyaan maalan marka rafadku xagga jimaaca dumarkee kulankooda iyo sheekadahaasa u hayo waxaasi la xidhiidha caabisun waa mid weji macbuusa caabisuna waa mid ciyaaraya arrasu waxa la ibtidaa shay waa shayga bilowgiisa markuu sheegu bilaabmayo arrasuna waa waxa baaliga ah ee gaboobay atadriib asaalis istamicu waacid ku soo celi waa qur-aankii kolka imika laqad kafara aladiina qaaluu way gaaloobeen kuwu yidhi ina allaha thaalisu thalaatha ilaahay saddex ilaah oo jiro mid ka mida weeye kuwa yidhi waa kiristaanka ee way gaaloobeen walayaxmilunna asqaalahum waxay qaadi doonaan culayskooda iyo dembigooda wa asqaala maca asqaalihim iyo culaysyo kale ood culaysyadooda la socdo dembiyo kalena way qaadi doonaan fa in kaanat tasnatayni falahuma thuluthaani mima tarak saadii buu ka wadaa hadday dumarku yihiin dhaxalka qaadanaya laba hablood iyo wax ka badan waxay xoolaha qaataan maalan waalidkood ka tegay saddex meelood marka loo qaybiyo laba qori ama laba dalool bay qaataan saddex dalool oo laba dalool bay qaataan wamathalu kalimatin khabiisatin marka tusaale laga bixiyo kelmad xun oo kelmadda gaalnimo ah maalan ka shajaratin khabiisa waxay la mid tahay geed xun ujtusat waa jasad imikaynu haynanay ujtusat la rujiyey oo xididada loo siibay min fawqi alardi dhulka dushiisa laga qaaday maa lahaa min qaraar oo aan sugnaansho iyo adeeg iyo dhidibba aan lahayne sa looga dul rujiyey oon waxba ka tegin yuthabbitu llahu aladiina aamanuu waxaa ilaahay ku sugaa kuwa ilaahay rumeeyey bilqowli haabiti hadalka sugane xaqa ah filxayaati dunyaa noloshan adduunyada intay ku jiraan wa fi laakhirati iyo aakhira labadaba allahuma thabbitnaa bilqowli haabiti wayudilu llahu aalimiin ilaahay kuwa daalimiinta gardarana wuu lumiyaa wayafcalu llahu maa yashaau ilaahay wuxuu doonana wuu yeelaa waxna lagama weydiin karo aaniyan fahmu lmasmuuc wixii la dhegaystay in la fahmo kanigu waa kolkaad cajalada dhegaysanayso atadriibu alawal istamic ila alxiwaar sheekada cajalada dhegayso uma dac araqma fi lmurabic lmunaasib dabeedna nambarka waxaad saartaa afar geeslaha ku haboon atadriibu thaani istamic ila alxiwaar waxaad dhegaysataa wada sheekaysa cajalada ku jira uma akmil alcibaaraat hadalladan dabeedna dhammaystir oo maxaa qoran cibaarad waxa yacmalu fii huwa asharikatu fii yacmalu ayaam ayaamin fi sharika alcudla fasaxa yoom wa yoom waa maalinta iyo maalinta cajaladaad ka dhegaysanaysaa dabeedna meesha bannaan erigaad ku buuxinaysay cajaladaad ka maqlaysa ad ka garanaysaa atadribu thaalit waa waxaynu soo marnay oo kale un laakiin istamic ila alxiwaar xiwaarka dhegayso uma akmil alcibaaraat ereyada dhammays hadalladan dhammaystir cibaaraad kuwa hadallada xadara badrun badr wuxuu ka yimid min markaad cajalada dhegaysaad magaalada maqli doontaa la sheegayo xadara badrun badr wuxuu u yimid li wuxuu u yimid waxaad dhegaysan doontaa cajalada dabeedna wuxuu u yimid halkaas aad ka arki doontaa badru yaskunu badr wuxuu degan fi magaalada uu degan cajaladaad ka dhegaysanaysaa yadhabu badrun ila aljaamica wuxuu ku tagaa bi baa kuu qoran inuu lug ku tago iyo inuu baabuur ku tago baabuur iyo bas weyn miduu ku tago cajaladaa kuu sheegaysa yaqdi badrun alcudla wuxuu kusoo dhammaystaa fasaxa fi goobta cajaladaad ka dhegaysanaysa atadriibu raabic tadriibka afraad istamic ila alfiqra tuducan hadalkaa dhegayso uma ajib innacam ama nacab ku jawaab adigu ow billa ama ku jawaab waa la dhegaysanayaa tanna cajaladay la socotaa taraka xaarisu lmadiinata baqdaad buu ka tegay ninka la yidhaahdaa intaqalat ashirkatu ilaa baqdaad shirkada baqdaad u guurtay u shaqaynayay xaaris ninka laa mudiiru sharika shirkada isaga uga ah maamule maamulu ka ya fii baqdaad magaalada baqdaad shirkada qaybteeda baqdaad isagaa maamulo ka ah judda madiinatun kabiiratun wa jamiila judda waa magaalada jidda waa magaalo weyn oo qurux badan yadhabu xaarisum cala istiqaa
حارث وحو أرعى ساحبدي إلى شاطئ البحر بد حيلي دي بد قوري دي تقان وقتك أي نسانيان يذهب حارث إلى مكة المكرمة حارث وحو تقان مقالة شرفت البدل مكة تتطبات تستغرق له الرحلة وحي قادتها سعودالك لغتها من مكة مكة لغتها لغتها إلى تقل إلى جدة مقالة جدة ساعة ونصف ساعة تقريبا ساعة يبر وإن صومر هنا ساعة تهي لكن مصح مقالة صار بالغولي أدقي كوتا الله وحنا بدن كدوا وحي صومرنا يذهب حارث إلى مكة بالسيار وحو كتقى حارث مقالة مكة بابور بوسي رعا حارث الآن في جدة إمك جدو جوغا أسرة حارث في العراق قويس كيسون عراق مدقية هاي كوا صورا وحولي هاي عشرة دكتة يسود بن بوحي التدريب الخامس أجمع عن الأسئلة التي تسمعها هل كان جوابه نمبر هون باكو قرن إذا واحد كان لقاه ويدين دون عشرة دا اللي نقيب عشرة دا بولي هاي مركز دي بنا عشرة دكتة يسوده شو سؤاله كعشرة دكويديو هل كان كو قربو كلي قيب عشرة دا بولي تتي في الله دار وحولي هلا داورنا يو هي تن قرن انت اسويس كتيرا هي ان كلامه واحد كلي مركز سؤاله هدا يسوده سؤالها دبنا مركز دقيسة جوابت الله كافقون والله أعلم بالصواب بالله توفيق.